باب آخر، ولكن معظم دخوله صلى الله عليه وسلم كان من باب القبلة، من باب بيت عائشة. المهم أنه حتى لا أضل، هناك خمس أقوال. قول عطاء والزهري يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة، يعني الحاج علي بقى يقول الله أكبر الله أكبر، يجوز لكل إن شاء أن يقوم، خلاص إذا شرع في الإقامة، وهذا مذهب أو قول عطاء والزهري. القول الثاني وهو قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا، إذا قال حي على الصلاة نهض الناس، إذا قال حي على الصلاة نهض الناس، وهذا قول أبو حنيفة. القول الثالث، إذا فرغ المؤذن من الإقامة كاملة، أي بعد أن يتشهد لا إله إلا الله يبدأ الناس بالنهوض، وهذا قول الإمام الشافعي. ثم القول الرابع، ليس للقيام وقت محدد، بل يجوز المصلي القيام في أول الإقامة أو أثنائها أو آخرها، هذا قول الإمام مالك، خلاص. القول الخامس وهو قول الإمام أحمد، يسن القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن رأى المأموم الإمام، يعني قال قد قامت الصلاة ولكن المأموم لم يرى الإمام بعد، ولم وغاب الإمام ولم يتحدث إمام يتقدم للصلاة، يجوز له أن يظل قاعدا حتى يرى إماما سيتولى قيادة الصلاة، أو سينوم، لأن الإمام نائب عن كل من وراءه، هو الذي يتكلم بلسانه، هو الذي يقرأ الفاتحة، وهو الذي يقرأ ما بعدها، وهو الذي يبدأ الركوع ويأذن في الرفع منه ونحو ذلك، فهو مندوب المأمومين، فهو مندوب المأمومين. طيب، هؤلاء جميعا أقوال الفقهاء، فماذا قال البخاري ومسلم؟ قال البخاري في حديث أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة صحابي، من الأدب أبي قتادة ولا عطاء الزهري؟ أبي قتادة. من الأدب أبي قتادة ولا أبو حنيفة؟ أبي قتادة. من الأدب مالك ولا أبي قتادة؟ أبي قتادة. من الأقدم، الإمام الشافعي أم أبي قتادة؟ الإمام الشافعي، لأن الترتيب أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، هذا الترتيب الزمني لظهورهم، هم رأوا بعضهم بعضا ولكن عقل بعضهم عن بعض ليس عن الكل، وسمع بعضهم من بعض وليس من الكل. المهم أن البخاري ومسلم رويا إذا أقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت، إذا شرع فيها المؤذن، إذا كان في وسطها، إذا كان في آخرها ولم ترى إماما، يجوز لك وفق قول البخاري ومسلم أن تظل جالسا حتى ترى الإمام، لأن الإمام من الذي يتولى تسوية الصف؟ الإمام. والإمام الذي لا يسوي الصف هذا لم يقم بواجبه. أنا أسوي الصف، وقد تثقل على بعض الناس، والله الذي لا إله إلا هو سأسأل عن أني لا أسوي كما كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يسوي النبي؟ كان يمشي من أول صف يسوي الناس واحد واحد حتى يصل إلى آخر الصف، ثم يرجع إلى الصف الذي يليه، فمن كان متقدما بصدره دفعه في صدره ليعود بصدره، ومن كان، ويقول النعمان بن بشير صحابي جليل، فكنت نرانا يلزق أحدنا منكبه منكب بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، ويدعي بعض الناس أنه لا حديث في ذلك، لا، أحاديث كثيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف
حتى إذا عقلوا عنه يعني خلاص فهموا بقى طبعا خلاص. ففجأة وجد رجل بعد عدة أيام أو في وقت آخر وجد رجل ناتئ صدره يعني صدره خارج بره الايه الصف، فتكلم بشيء لو تكلمنا به قالوا فظ غليظ القلب. قال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو في رواية بين وجوهكم. يعني إيه؟ يعني تبدأوا تكرهوا بعض، تبص تلاقي أنا ألحظ بعض الأشياء وأرجو أن تنصرف هذه الأشياء. رجل يجي يقف ينظر من سيقف إلى جواره ويتركه ويذهب إلى مكان آخر. لما يا عبد الله؟ هو أخوك، هو أخوك. فإن كان هناك شحناء أخوك لما تضع منكبك في منكبه وكعبك في كعبه ستتبسم حتما له بعد الصلاة وينصرف ما بينكما، ولكن يبتعد ما استطاع. والله هذا من أشر الشر، أن تبتعد عن أخيك وتقاطعه لأمر دنيوي، بالأمر دنيوي بسبب تجارة أو نحو ذلك، اتق أو مش عايز يجوزك بنته، اتق الله. لا يحل لك أن تقطع أخاك فوق الثلاث. ثم قال وفي رواية لمسلم حتى تروني قد خرجت، حتى تروني قد خرجت. إذن وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني البخاري ومسلم أن الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم داخل كل يوم يجري بسرعة يأخذ مكان يسوي الصف على حسب تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يتم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى القبلة وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. إلى هنا انتهى الشق الأول والشق الثاني. الشق الثالث وامتازوا اليوم، قول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، كان الكلام في معرض أصحاب الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الشغل يعني إيه؟ منشغلون بقربهم من زوجاتهم، ما أقدرش أفسر أكثر من كده. خلاص؟ في شغل، فأنت كل مرة بقى تسمعها إن أصحاب الجنة اليوم يوم دخول الجنة في شغل مشغول فاكهون شغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وآخر الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لا تظن أن وامتازوا أي امتاز المؤمنين، لا امتاز أنت أيها المجرم. يعني امتاز يعني ابتعد عن الجنة وإلى النار. امتازوا اليوم أيها المجرمون هذا أمر منفصل عن الآيات التي قبلها، ليس استدراكا لما قبله أي أنهم في رتبة ممتازة، لا، وصف وصفهم ثم وصف وصف المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هذه فيها غلظة وفيها شدة، اذهب إلى جهنم وبئس المصير. أسأل الله. نعم تفضل. نعم. ما هو الإمام مش موجود، يجوز للمؤذن إذا اجتمع الناس، إذا اجتمع الناس بس كتروا وبدأ صوتهم يعلم مثلا، وقد يكون هناك ضعيف الصبر فيصيح، هذا ليس من هدي الإسلام ولكن قد يحدث. ففي هذه الحالة يشرع المؤذن في إقامة الصلاة وينتخب الناس أمثلهم، يعني الناس تنقي من بينهم واحد ينوب عن النبي عن الإمام ويكون له كل يعني
كل الأعمال التي يقوم بها الإمام وينوب عن الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينشغلون بأزواجهم يوم دخول الجنان، وألا نكون ممن يقال لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. عافاني وإياكم، والسلام عليكم.